السلام عليكم. عناوين الأخبار معانا في الوقت الحالي: اعرف بالتفاصيل حقيقة حرق جثث المصابين بفيروس كورونا في مصر، وبيان عاجل من الرئيس السيسي للوقوف بجانب إيطاليا، والنائب العام المصري يصدر بيانا هاما بشأن حظر التجوال، وبالأرقام اعرف عدد مصابي كورونا في جميع محافظات الجمهورية، والحجر على نحو 300 مصريا بينهم 13 رضيعا، اعرف ايه السبب. في البداية ما تنساش تدعم قناة مصر ميديا عشان يجيلك كل جديد ان شاء الله باللايك والاشتراك في القناة من الزرار الاحمر. وتعالوا ننتقل لتفاصيل الاخبار، وهنبدأ بالاخبار من المهم فالاهم. هنبدأ بخبر النائب العام المصري يصدر بيانا هاما بشأن حظر التجوال. نشر النائب العام المصري بيانا تحذيريا شديد اللهجة بعد عرض الكثير من المحاضر والبلاغات بشأن مخالفة البعض لقرارات حظر التجوال أو التحرك بالطرق واستغلال آخرين للظروف الراهنة في ممارسة الغش. ووجه النائب العام المصري سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية. وأشار إلى أن مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة والتجمعات الطلابية وقيادة وسائل النقل الجماعي أو الخاصة وفتح المحال التجارية أو الحرفية أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المقررة قانونا، تتم المعاقبة عليها بالحبس والغرامة التي تصل ل4000 جنيه. وأشار إلى أن الغش أو الشروع فيه لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية تتم المعاقبة عليه بالحبس ما بين 1 إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10,000 جنيه إلى 30,000 جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافة لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى 1 سنة وإلغاء رخصتها. وأشار إلى أن عملية احتكار السلع وإخفاؤها تتم المعاقبة عليها بالحبس ما بين 1 إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 100,000 جنيه إلى 1,000,000 جنيه، فضلا عن مصادرة المضبوطات وذلك بموجب قانون التموين. بالإضافة إلى ذلك أعلن النائب العام المصري عن عدد من العقوبات الأخرى التي قد تشمل المخالفين والمتسببين في خرق حظر التجوال. المصدر RT ووسائل إعلام مصرية منتظر تعقيب حضراتكم على الخبر. وتعالوا ننتقل مع بعض الخبر تاني مهم جدا معانا. وقبل خبر حقيقة حرق جثث المصابين بفيروس كورونا في مصر، هنخش الأول مع بعض الخبر بيان عاجل من الرئيس السيسي للوقوف بجانب إيطاليا. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لدعم إيطاليا في ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي، عبر من خلاله عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا. وأكد الرئيس المصري تضامن مصر مع إيطاليا والاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، خاصة من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات الرعاية الصحية في البلدين. المصدر RT ووسائل إعلام مصري. تعالوا ننتقل مع بعض الخبر تاني مهم جدا معانا، وحقيقة حرق جثث المصابين بفيروس كورونا في مصر. والخبر ده رد عليه رئاسة مجلس الوزراء، ورد مجلس الوزراء المصري على الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والقائلة إن السلطات المصرية تقوم بحرق جثث المواطنين المصابين بفيروس كورونا بعد وفاتهم. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة أنه لا صحة لهذه الأنباء، مؤكدا أنه يتم دفن جثث المصابين بالفيروس بعد موتهم مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس. وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
قد أعلن أمس الخميس ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى 850 إصابة، لترتفع ب71 حالة بعد إعلان وزيرة الصحة أن العدد وصل إلى 779 حالة. المصدر RT ووسائل إعلام مصرية. قولوا لنا رأيكم في التعليقات تحت، منتظر تعقيب حضراتكم. وتعالوا ننتقل لخبر في منتهى الأهمية بالأرقام. اعرف عدد مصابي كورونا في جميع محافظات الجمهورية، حيث جاءت على النحو التالي: مستشفى النجيلة في مرسى مطروح تضم 88 حالة وحالة في الرعاية وخروج 38 بعد الشفاء، ونسب الشفاء بلغت 25%، ولا وفيات، وما زال في المستشفى 50 وطاقتها الاستيعابية 56 حالة. ووقع اختيار الوزارة على مستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، حيث دخلها 88 حالة، منهم حالتين في الرعاية المركزية، خرج منهم 25 بعد شفائهم، وبلغت نسبة الشفاء 16%، وعدد الوفيات 6، وما زال في المستشفى 57 مريضة. وتضم مستشفيات العزل مستشفى العجمي، ودخلها 180 حالة تم إيداع أحدهم في الرعاية المركزة، وخرج منهم 14 حالة بنسبة شفاء 9%، فيما بلغت أعداد الوفيات 11 حالة، وما زال في المستشفى 155 حالة. وتضمنت المنظومة مستشفى إسنا، ودخلها 116 حالة، وتم إيداع 3 حالات غير الرعاية المركزة، خرج منهم 53 حالة بنسبة شفاء 34%، فيما بلغت الوفيات 5 حالات، وما زال في المستشفى 58 مريضا. واستقبل مستشفى قها 74 حالة، ما زالوا جميعا تحت العلاج، ودخلت منهم حالة للرعاية المركزة، وبلغت عدد حالات الوفاة 3 حالات. بينما استقبل مستشفى العجوزة بالقاهرة 91 حالة، دخل منهم الرعاية حالة واحدة، وما زالوا جميعا تحت العلاج، فيما توفيت منهم حالتين فقط. واستقبل مستشفى تما الإمديد 19 حالة، ما زالوا جميعا تحت العلاج. وكشفت الإحصائيات على آخر تطورات فيروس كورونا في مصر عن تصدر محافظات القاهرة بعدد إصابات 175 إصابة، يليهم محافظة الإسكندرية بعدد إصابات 105، ثم دمياط 98، يليهم أسوان 75 إصابة. وتضمنت الإحصائيات محافظة البحر الأحمر 61 إصابة، ثم الأقصر 44 إصابة، كما أوضحت إحصائيات وزارة الصحة عن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر. وتضمنت إصابة 803 مصري بفيروس كورونا، فيما بلغت عدد الأجانب المصابين بفيروس كورونا 65 أجنبي. وأكدت الإحصائيات أن جنسيات المصابين منها 17 فرنسي، و17 إيطالي، و9 ألماني، و8 أمريكي، و2 من الهند، و2 من روسيا، وإصابة واحدة لكل من الصين وسويسرا وبريطانيا والمغرب والأردن وماليزيا وكندا وليبيا والسعودية. المصدر كان من صحيفة الوطن، منتظر تعقيب حضراتكم على هذا الخبر. وتعالوا ننتقل مع بعض الخبر تاني مهم جدا معانا. اعرف بالتفاصيل عاجل: مصر تقوم بالحجر على نحو 300 مصريا بينهم 13 رضيعا. قامت السلطات المصرية بإعداد أحد الفنادق المطلة على البحر الأحمر بمدينة مرسى علم السياحية لاستقبال 293 مصريا بينهم 13 رضيعا من العائدين من مدينة واشنطن الأمريكية لإقامة الحجر عليهم هناك. ووفقا لوزارة السياحة المصرية، فهذا الفندق خصص لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفحص العائدين من الخارج. وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة إنه من المقرر أن يستقبل فندق آخر بالمدينة خلال اليومين المقبلين مجموعة أخرى من المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أن الوفود العائدة خضعت للكشف الطبي فور وصولهم مطار مرسى علم من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر، مشيرا إلى أنه تم تطهير وتعقيم هذه الفنادق قبل استقبال الوفود العائدة، كما تم تدريب العاملين بها على كيفية التعامل
لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. المصدر من صحيفة RT. وتعالوا نشوف آخر خبر معانا، والبنك الدولي يمنح مصر ملايين الدولارات بسبب كورونا. أعلن البنك الدولي إتاحة 7.9 مليون دولار لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا القاتل وضمن الإجراءات الاحترازية ومساعدة الدول. وجاء القرار بعد تفعيل خطة حالات الطوارئ المحتملة التي أعلن عنها البنك في 20 مارس الماضي، ومن خلال مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر. وقالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في بيان: يقوم البنك الدولي على نحو سريع على تدبير الموارد اللازمة لدعم أنشطة الاستجابة الطارئة وتنفيذ خطة وقائية في مصر لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وأوضحت أن تفعيل مكون الاستجابة في الحالات الطوارئ سيساند الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة الجائحة. ولفتت ويس إلى أن مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر، تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وتعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، ودعم جهود الوقاية من مرض التهاب الكبدي الوبائي سي ومكافحته. وعالميا بدأت مجموعة البنك الدولي في تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا كوفيد-19 في البلدان النامية ولاختصار الوقت اللازم للتعافي. المصدر وسائل إعلام مصرية وRT. منتظر تعقيب حضراتكم على هذا الخبر. وكان معكم إسلام في قناتكم مصر ميديا IEB. بتأسف لحضراتكم لو قلت كلمة أو اتنين أو تلاتة غلط، وده طبعا يرجع لأن الصحيفة اللي بقوم بقراءة الخبر منها ما بتكونش مشكلة الكلام، فأرجو أنكم تعذروني جدا. وشرفتوني ونورتوني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.